عشان كده ما حدث اليوم استفز المحامي الأستاذ محمد رشوان المحامي بالنقط، وقدم بلاغ للنائب العام ضد خالد الغندور وما حدث منه. أستاذ محمد رشوان مساء الخير. مساء النور يا أستاذ إبراهيم، بمسي على حضرتك وعلى كل جماهير النادي الأهلي وعلى طبعا المهندس عادل الطيعي والمحترم الأستاذ محمد علي خير منور قناة الأهلي. أهلا بحضرتك. أستاذ محمد قول لي، أنت النهارده تقدمت ببلاغ للنائب العام. طبعا طبعا. أستاذ إبراهيم خليني في الأول بس في البداية في لفتة طيبة للكابتن محمود الخطيب، تكريم جمهور الأهلي في عيد ميلاد الأهلي رقم 115، دي لازم نقف عندها الأول، ده تطبيق لمبدأ عائلة الأهلي، ونشكر الكابتن محمود الخطيب عليها كجمهور الأهلي لأن لفتة طيبة جدا. النقطة الثانية بخصوص البلاغ، إحنا بنطبق جمهوره ده حماه، وحضرتك عارف كويس وأنا في بيتي طبعا قناة النادي الأهلي وتعلمت منكم ومن الكابتن عادل الطيعي ان احنا دايما جمهور الاهلي هو حماه، لا يمكن يمر اي موقف نشوف فيه خطوره على الامن القومي المصري وعلى جمهور النادي الاهلي ونقف مكتوف الايدي. ويمكن انا الاجراء اللي عملته ما هو الا اجراء في سلسله اجراءات اتخذها النادي الاهلي النهارده، وفي بيانات متتاليه وعضو مجلس اداره الاستاذ محمد الجرحي والنادي الاهلي عبر قنواته الرسميه، فهو اجراء من ضمن اجراءات وانا تقدمت في البلاغ لان ما قام به هذا الاعلامي يا استاذ ابراهيم واحنا بنقف له بالمرصاد دي جريمه اسمها تفكير السلم العام ونشر اخبار كاذبه يعاقب عليها قانونا. والحقيقه انه الامر انا عفوا بس اقطع حضرتك استاذ محمد، ده غير كده انت بتدخل بعثه النادي الاهلي في اجواء عدائيه وقد يحدث لا قدر الله ما لا تحمد عقباه. يعني حضرتك يا استاذ محمد ده انا كاتبه في نص البلاغ بالنص، كاتب في نص البلاغ انك انت بتعرض بعثه النادي الاهلي الرسميه وهي بعثه رسميه تمثل جمهوريه مصر العربيه بتعرضها لخطر شديد. بس خليني اقول لحضرتك كمان انه ما ينفعش الشحن الاعلامي، ما ينفعش، احنا من فتره سمعنا عن مصداق الشرف الاعلامي وسمعنا القنوات الحكوميه بتقول لازم نلتزم، والحقيقه ان كل مره يطرب بهذا الالتزام عرض الحائط وفي قبل جمهور الاهلي بس، يعني هذه الواقعات بتتم مع الاهلي بس. زائد انه حابب اضيف نقطه بعد اذنك يا استاذ ابراهيم، لان انا لازم اوجه رساله من خلال هذا البلاغ لجمهور النادي الاهلي، لان النهارده تراجع الاعلامي خالد الغندور وقيامه بمسح جميع الكتابات على صفحته وبث مباشر وحاول يبرر موقفه، ده بيأكد لجمهور الأهلي رسالة مهمة جدا يا أستاذ إبراهيم، إن القنوات الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية هي السبيل الوحيد. ليه؟ لأن بشوف نبرة على السوشيال ميديا من جمهور النادي الأهلي إنه مثلا الأهلي لما يتحرك قضائيا عبر مستشارينه ويعمل إجراءات والمحكمة تحكم بأحكام تقديرية، طبعا دي سلطة المحكمة مالناش عليها تعقيب، لازم الشباب تعرف إن القنوات الشرعية هي السبيل الوحيد لينا. عشان كده عايز اقول لك يا استاذ محمد، اما وانك انت ذكرت الكابتن محمود الخطيب واطلاعه بهذا الدور، اجرى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قبل قليل اتصالات مع العديد من الجهات المعنيه بالاشراف على وسائل الاعلام لايقاف ما يقوم به البعض على مواقع التواصل الاجتماعي لتحريض الجماهير المغربيه ضد فريق الاهلي قبل لقاء العوده مع الرجاء في دور الثمانيه لدور الابطال والمحدد له يوم الجمعه القادم في مركب محمد الخامس. وأكد رئيس الأهلي في اتصالاته على ثقته الكاملة في هذه الجهات الوطنية لإيقاف ما يحدث والذي يتعارض مع العلاقات الطيبة التي تربط بين الجماهير المصرية وشقيقتها العربية خاصة المغربية. الحقيقة يا أستاذ إبراهيم الكابتن محمود الخطيب أسطورة ورجل دولة، شاء من شاء وأبى من أبى، عنده حس وطني، يتحدث في الوقت المناسب، مش بيتحدث في أي وقت، ويتدخل في توقيت حساس جدا حتى يمنع فتنه كادت تقوم بين اكبر جمهورين في الوطن العربي، جمهور الرجاء ده جمهور شقيق واحنا بنحبه، وجمهور الاهلي واكبر جماهير الوطن العربي، وهذا هو التصرف الكبير. بس ده ما يمنعش ان احنا لما نستشعر خطا نحط الامر قدام معالي النائب العام، هو صاحب السلطه في هذا الامر وصاحب التحقيق في هذا الامر وله ما يرى. انما في رساله اخيره او في كلمه اخيره، لن نترك احد يتهجم او يتسبب في خطوره على جماهير النادي الاهلي او فتنه تاني مره تانية. ده تطبيق لمبدا جمهوره ده حماه، ودي مش اول مره، يعني احنا تصدينا انت عشت تجربه مؤلمه في احداث بورسعيد. طبعا يا باشمهندس كنت محامي
لعدد كبير من أسر الشهداء. طبعا يا فندم، عدد كبير من أسر الشهداء، ثم بعديها مباريات أخرى، ثم منع الجماهير. ده احنا يا جماعة ما صدقنا وما صدقنا إن الجماهير ترجع ويبدأ النهاردة. النادي الأهلي المباراة اللي فاتت في الرجاء مقدم النهاردة طلب ب20,000 توافق له عليه شكرا من الجهات الأمنية، وبدأنا نشعر بالجماهير ترجع. يقوم النهاردة يتعمل فخ عشان تطلع جماهير الأهلي تغلط. خد بال حياتك انه قبل موقف الاعلامي خالد غندور كان في موقف من لاعب النادي الزمالك بدون داعي لذكر اسماء في مباراه فله، نفس الحكايه تاني. بس اللي خلانا نتجاوزه وعي الجماهير وكلموا بعض على وسائل التواصل، خلي بالكوا خلي بالكوا خلي بالكوا، المقصود ان احداث فتنه. المقصود احداث فتنه طبعا وفخ للجماهير، وانه ولا المقصود، وانا هخرج شويه من الاطار القانوني واتكلم، ولا المقصود ان الاهلي يخرج من بطوله افريقيا؟ ايوه طبعا، ما طبعا هو ده. هو ده عموما احنا بنقف عند تقديم البلاغ يا استاذ محمد، شكرا جزيلا ليك. العفو يا فندم. شكرا للاستاذ محمد رشوان المحامي بالنقد، ومقدم بلاغ للنائب العام ضد ما حدث من خالد الغندور، لكن